من جانب آخر، قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في الاجتماع الذي عقده مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن ديمستورا في موسكو اليوم، قال إن سوريا تدعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها في إيجاد حل للنزاع في سوريا والجلوس على طاولة الحوار مع كافة أطياف المجتمع السوري بما فيها المعارضة السورية. إننا نقف بقوة مع جهود السيد ديمستورا التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السورية على الفور وبناء القواعد الأساسية التي سترتكز عليها أطراف الحوار السوري.